فقرة الأسئلة التجارية بقول لكم على موضوع يعني كذا كذا نقطة بموضوع المشاريع التجارية تجيني وبعطيكم وجهة نظري الشخصية فيها. بسم الله. الشيء اللي لازم نعرفه إن أي مشروع فاتح أو بيفتح ترى بالأرقام ربحان، يعني أي فكرة في بالك تحطها وتحسب وتطرح تطلع تربح، لا جاء على الواقع الأمور تتغير على حسب معطيات السوق، فلازم تنتبهون من هذا الشيء. تحسب بشتري كذا وببيع بكذا أكيد بتربح، طيب وإذا ما بعت تنزل السعر، طيب وش بيصير؟ فهمت الفكرة؟ دائما الحساب والورقة والقلم غير والواقع غير. الشيء الثاني، كثير من الناس يقول أنا عندي فكرة وخايف عليها. للمعلومية الأفكار والله لاحط لك لو تبي اليوم 100 فكرة، أعطيك 100 فكرة. في النهاية أي فكرة ما تطبق بالطريقة الصحيحة وما تقدر تمشيها هذه سواليف. معي؟ أنت عندك فكرة في رأسك اليوم، مثال. طيب الفكرة في رأسك بديت فيها، بيجي أحد يقدر يسوي زيها، يقدر يقلدها ويعدل فيها ويصلح فيها وتصير أزين من فكرتك. فدائما الواحد لا يبالغ في الخوف على الفكرة، إذا ما تنفذت هذه اسمها سواليف. أنا برأيي الشخصي، رأيي الشخصي أنا، في ناس تتفق في ناس تختلف، أنا أشوف أنها سواليف. أنا أعطيك الحين 100 فكرة سواليف راح تطبقها. تطبيق هو الـ هو الـ هو هو مربط الفرس. لازم نعرف شيء، إذا كنت بتكون راعي تجارة وبتفتح عمل، التجارة سهلة ولكنها متعبة. في ناس يقولوا والله التجارة سهلة، سهلة بس مو مريحة. لازم تعرف المعلومة هذه وهذه خطيرة. ناس تقول والله سهلت المهمة، يعني أنا واحد ناس يكلمني يقول والله سهلت التجارة يزيد. هي سهلة بس إنها متعبة. يعني لازم تعرف إنها سهلة ولكن في تعب. تتعلم كل شيء بتتعب، تتابع شغلك بتتعب، بتوقف على عملك بتتعب، فيها تعب ولكن ما فيها صعوبة للي بيتعب. واضح يعني سهلة متعبة. هذا رأيي الشخصي. ملاحظة، كثير من الناس يرسل مشاريع ما تحسها، أو يرسل أفكار أو يرسل ما تحسها مشروع ربحي، يعني تحسها مشروع كويس ولكن مو بربحي. مثال، يرسل يقول أنا أفكر أسوي قهوة حلوة فيها ركن كتب وركن للرسم وركن مدري إيش. أنت مو بجهة فعالية، أنت مو بمركز فعاليات، أنت مركز ربحي. كيف بتطلع إيجار محلك؟ كيف إذا جلسوا الناس؟ بالعكس، إذا جلسوا الناس وطولوا ضرر عليك أنت، لأنه بياخذ كوب قهوة وبياخذ المكان وبيشغل لك الكرسي. في المطاعم معروفة، المطاعم اللي وجبات سريعة تحط كراسي مو مريحة، يبغاك تطلع أنت عشان يجي غيرك ياكل ويمشي، ياكل ويمشي، ياكل ويمشي. فهو يفكر بفلوس، انت تفكر بخدمة وللعميل وراحة للعميل. طيب انت انظر للمادة، انت مو مشروع خدمي. واضح؟ مثال ثاني، يجي واحد يقول مثلا انا بسوي تطبيق اقرب صيدلية لبيتك. طيب وبعدين؟ او اقرب بقالة لبيتك او اقرب محطة بنزين. وبعدين؟ يعني وين الفائدة؟ هو زين المشروع حلو ما شاء الله، جزاك الله خير، بندعي لك. أنت وين تستفيد؟ من بيشغل لازم تناظر وين الفلوس بتجي، المال من وين بيجي. في مشاريع خدمية ومشاريع ربحية، أنت فكر من وين بتجيب فلوس المشروع هذا، من وين بيصرف على نفسه، من وين بترجع فلوسك اللي صرفتها فيه. ففكر في الفلوس وين بتجي، هذه مهمة جدا. في ناس يعطي أفكار حلوة بس مين بربحية، فلازم تفكر في المشروع ربحية. واضح؟ هذا وجهة نظري. ونروح للأسئلة. بسم الله.